بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده عندنا حلقه مهمه جدا لمرضى الصدفيه. 3 ل 4% من البشر بيعانوا من مرض الصدفيه، وحتى الان لا يوجد له علاج شافي، ومعظم الادويه اللي بيستخدموها سواء ادويه عن طريق الفم او ادويه موضعيه بتحتوي على ماده الكورتيزون وبتحتوي على مواد تقشير للجلد او مواد مثبطه للجهاز المناعي، ولكن لا يوجد حتى الآن علاج شافي للصدفية بنسبة تقترب من 100%. النهاردة عندنا خبر مهم جدا ومفيد جدا جدا لمرضى الصدفية، وهو أن توافق منذ فترة على علاج موضعي، دهان موضعي، كريم يحتوي على مادة ليس لها علاقة بالكورتيزون خالص، مادة ليس لها أعراض جانبية كتيرة، وهنتكلم عن أعراضها الجانبية كمان شوية، وبتأدي لنسبة شفاء بنسبة كبيرة جدا. هنقول المادة دي ايه وموجودة في دواء ايه وسعره ايه والاعراض الجانبية بتاعته وازاي نحصل على الدواء ده حتى الان، لان في شركة محتكرة وفترة الاحتكار قربت تنتهي، وده سبب انها حتى رفع السعر بتاعه عشان تقدر تحصل على كمية فلوس قبل ما تبدأ شركات الادوية الاخرى كلها تنتجه، ويبقى سعره يعني في متناول كل المرضى بتوع الصدفية. مرض الصدفية بيأثر على 3 ل 4% من سكان الأرض، وهو مرض مناعي في جهاز المناعة بيستهدف خلايا الجلد وبينتج مواد مهيجة ومواد بتزود إنتاج الخلايا الجلد، ويبدأ الجلد يحمر ويقشر زي المرضى بتوع الصدفية ما هم عارفين. الصدفية بتبدأ في أي عمر، ولكن غالبا بتبدأ من سن 15 ل 25 سنة، والسبب الدقيق بتاعها غير معروف ايه اللي بيهاجم الجهاز المناعي، ولكن يعتقد ان في عامل وراثي او تاريخ عائلي لموضوع الصدفية ده. ممنوع الإجهاد، التدخين، الافراط في استهلاك الكحول، بعض الظروف الجوية زي الرطوبة، الجفاف، البرودة، كل ده بتؤدي الى زيادة يعني الحدوث الصدفية. احيانا الصدفية بتزيد عند بعض البشر وبتوصل بتدخل بقى جوه الجسم وتعمل التهاب في المفاصل الصدفي، التهاب الصدفية في المفاصل، وده بيبقى مشكلة كبيرة. وساعات احيانا التهاب الامعاء، ساعات بترفع الضغط، ساعات بتؤدي للسكر، وخصوصا من سبب الكورتيزونات اللي بياخدوها كتير دي برضو بترفع السكر، بتؤدي للسمنة، بتؤدي طبعا بالاكتئاب عند بعض البشر. العلاج اللي عندنا النهاردة المادة الفعالة اللي فيه اسمها تابيناروف. تابيناروف وشركة أدوية أمريكانية اسمها ديرمافانت قدمت طلب للموافقة عليه وتوافق عليه في 24 مايو سنة 2022، يعني من حوالي سنتين وبعدها بكام شهر بدأ إنتاجه في صورة كريم اسمه فيتاما، كريم اسمه فيتاما بتركيز 1%. وده يعني بيشتغل ازاي ده هنتكلم عليه في الاخر للجماعة المتخصصين يقدروا يفهموا المصطلحات العلمية اللي هنتكلم عليها، لكن هو بيمتص عن طريق الجلد، ولا الكريم نفسه معمول بطريقة ان هو ما يسيبش اثار او يسيب مادة دهنية، بيمتص بسرعة وبتحط كمية صغيرة منه لان هو فعال جدا. كريم فيتاما ده مستو ان الاعراض الجانبيه بتاعته قليله جدا، ويمكن استخدامه على جميع مناطق الجسم بما في ذلك المواقع الحساسه مثل الوجه، بياض الجلد، الرقبه، الاعضاء التناسليه والشرج، المناطق الصليبيه والالتهابيه والابطيه، كل مناطق الجسم يمكن استخدام كريم فيتاما ده بدون اعراض جانبيه شديده. ولذلك هم بيعتبروا ان كريم فيتاما ده هو الخيار الاول والاساسي لكل مرضى الصدفيه، سواء كانت الحاله عندهم خفيفه او متوسطه او حتى حاله شديده. الشركه عشان تقدم الملف بتاعها لهيئه الاغذيه والادويه جابت مئات المرضى واللي عندهم صدفيه واستعملوا الكريم ده لمده 12 اسبوع في الاول، وجدوا ان حالات كتيره جدا حصل عندها في خلال اللي هم الثلاث اشهر دول شبه اختفاء للحاله بتاعه الصدفيه، وبالتالي كلهم بقى دخلوهم للمرحله الثانيه والمرحله الثالثه من التجارب الاكلينيكيه اللي وصلت لمده 52 اسبوع. طيب
لقوا ان 92% من المرضى كانوا راضيين عن العلاج جدا وكملوا كل مراحل العلاج للاخر خالص. حقق اكتر من 40% من المرضى بعد المرحلة الثالثة ازالة كاملة للمرض، زيرو صدفية، ما عندهمش صدفية خالص، واستمرت فعالية العلاج بعد التوقف عن العلاج لمدة 4 أشهر. طبعا هو بعد كده بعد ال4 أشهر دول بيبدأ الجهاز المناعي يشتغل تاني وتبدأ انتاج الصدفية. فأكثر 40% من الناس اللي استخدموا العلاج انتهت عندهم الصدفية تماما. عملوا استبيان للمئات بتوع المرضى، حوالي 600 مريض من دول عملوهم استبيان كوشنير كده، سألوهم عن مدى الرضاء بتاعهم من او استطلاع يعني مدى رضائهم عن الكريم بتاع فيتاما ده. حوالي 78.5% او حوالي 600 واحد اللي دخلوا الاستبيان ده كان 85.8 منهم قالوا ان احنا قدرنا نسيطر على الصدفية بدرجة كويسة جدا. 83.6 كانوا راضيين عن مدى جودة الكريم ده تماما. 81.7 قالوا ان هو اكثر فاعلية من اي علاج موضعي سابق استخدموه. معظم المرضى وافقوا بشدة على ان الكريم ده مفيد جدا للصدفية، او وافقوا على لان فيه لك توافق ولا توافق بشدة على ان الكريم ده فعال بنسبة جيدة جدا معاك. الكريم تم امتصاصه بنسبة 90% وما كانش دهني بنسبة 90%، ده من اجوبة الايه الناس، وكان ملمسه جيدا على بشرتهم بنسبة 80%. 80% من الناس قالوا ان ملمسه جدا، و 90% قالوا ما فيش اي دهنيات بيعملوا، لان طبعا في مواد بيحطوها مع عشان يعملوا كريم بيحطوا مواد، فقالوا انها ما بتأثرش على الجلد. التركيز بتاع المادة الفعالة جوه الكريم ده 1%. ايه هي بقى اهم الاعراض الجانبية اللي قابلت الناس دي علشان يعني اثناء فترة العلاج؟ معظم المرضى قالوا ان الاعراض الجانبية اذا وجدت بتكون خفيفة جدا ومتوسطة، واهمها حساسية للعلاج بتظهر المناطق اللي بيعملوا بيدهنوا فيها كريم، بصيلات الشعر او الجريبات بتاعت الشعر بتبقى بتحمر، بيظهر نطوق حمراء كده زي ساعة ما الواحد يحصل له حساسية تلاقي أماكن حمراء مكان الشعر. بعض الناس حسوا بالتهاب في البلعوم، بعضهم حسوا زي أعراض تشبه البرد والإنفلونزا، زي مثلا تورم في الأنف، تورم يعني الحنجرة بتاعتهم حاسين فيها بالتهاب، أو أحيانا طفح جلدي على الجلد وتهيج للمكان اللي بيعملوا فيه. من كل اللي استعملوا الكريم ده في 2.9%، حوالي 3% يعني من المرضى وقفوا العلاج نظرا للحساسية اللي جات لهم، و2.8% وقفوا العلاج بسبب الالتهاب اللي حصل في بصيلات الشعر او جريبات الشعر دي، حصل لها احمرار والتهاب فما عندهمش الكلام ده، وقفوا العلاج بالكريم. يعني توتال 6% من اللي استخدموا الكريم ده ما قدروش يستعملوه، ودي نسبة كويسة جدا اذا قرناها بالادوية بتاع الصدفية اللي هي يعني بتقشر الجلد وفيها كورتيزون وفيها مشاكل كبيرة جدا بتخلي المريض ما يقدرش يمشي عليها فترة طويلة او يستعملها، الى جانب عدم فعاليتها المرضية. الشركة زي ما قلنا استغرقت وقت كتير جدا على بال ما تخلص الملف بتاعه من فترة الاحتكار بتاعتها، وبقي لها مدة صغيرة جدا، لذلك نزلت الكريم ده بسعر عالي جدا، قعدت 20 سنة تصرف عليه فنزلته بسعر عالي جدا. انبوبة كريم محتوى اللي فيها 60 جرام من الكريم بتنزلها باكتر من $1000، بمبلغ خرافي جدا لكريم، ولكن هي عشان محتكرة في العالم فيعني بتدفع بتخلي الناس تدفع بقى عشان تعوض كل المصاريف. مجرد بتنتهي فترة الاحتكار ويقربت كتيرة جدا، الشركات بقى اللي هتنتج المادة، لانها مادة تصنيعها بسيط جدا وتقدر شركات الأدوية كلها تنتجها ويبقى متوفر بسعر يعني زي أي كريم عادي بيستعملوه، ودي المشكلة الوحيدة. وأنا شفت على النت لقيت إن ممكن أنت تستورد الكريم ده من الهند، تكتب اسم الفيتاما أو تابينا روف، أشوف السعر بتاعه، ممكن يكون سعره أرخص،
والهند غالبا قريبا هتنتجه، لان طبعا احنا قلنا في 3 ل 4% في العالم عموما عندهم استضافيه، والهند هتنتجه وتنزله، ومصر وكل الدول دي قريبا وبسعر منافس جدا جدا رخيص جدا. نيجي بقى ليه يعني ازاي بيشتغل الكريم ده على الجلد. لو ان في يعني ماده التبين روف دي بتدخل وتتفاعل مع مستقبل في الجسم اسمه الرايل هيدروكربون ريسبتور. الرايل هيدروكربون عند جماعه بتوع الصدفيه بيتجنن مجنون، بيروح على الخلايا ويهيجها ويزود انتاج مواد التهابيه، من اهمها حاجه اسمها الانترليوكين، انترليوكين 17 ال وانترليوكين 17 اف. المواد دي مهيجه بتخلي طبقات الجلد تتكاثر والهرش والقشر والكلام ده. لقوا ان التبين روف وهو الميكانيزم بتاعه مش معروف بدقه، ولكن لقوه ان هو بيشتغل على المستقبل ده ويمنع تكوين المواد المهيجه دي اللي اسمها الانترليوكين، وتبدا طبقات الجلد تاخد الشكل الطبيعي بتاعتها وتنخفض الارتفاع بتاعها والاحمرار بتاعها والتقشير بتاعها، ويبدا المريض يحس بتحسن، وعند 40% من البشر بيحس ان هو كانه ما كانش عنده صدفيه خالص. النتيجه بتظهر بتاع العلاج تدريجيا، بتفضل تستخدمه لمده 3 اشهر تحس بتحسن شديد جدا، ولكن بتفضل تستخدمه لمدة سنة، ممكن بعد كده توقفه لفترة شهور وبعد كده تستخدمه تاني. العلاج ما فيهوش كورتيزون، ما فيهوش أعراض جانبية خطيرة عند معظم اللي استخدموه، لا يؤثر، لا ليس دهنيا ولا يعمل، ما بيعملش مشاكل كثيرة وأعراض جانبية كثيرة. ده اللي عندنا النهاردة بالنسبة للخبر الجميل جدا لمرضى الصدفية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة وموضوع علمي جديد، ونرجو الاشتراك في القناة لكل جديد وكل مفيد في العلم والمجال الطبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.